صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل يوم الاثنين. اللي يحبه كل اثنين يوم جميل ويوم مميز ويوم تبدأ برحمة. مبروك عليكم رحمة، أول الصبح كان في أمطار، إن شاء الله تكون بشارة خير. نتفائل جميعا فالجو الجميل بالأمطار الخير نزلت علينا، وإن شاء الله تكون أمطار خير وبركة علينا جميعا. نصبح عليكم من إذاعة نور دبي المميزة ومن خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المميزة نور دبي. طبعا برنامج صحة وسعادة يطلع عليكم كل يوم من الأحد إلى الخميس، نطرح فيه مواضيع آخر جديد هيئة الصحة بدبي، آخر الأخبار الصحية، الأخبار العالمية المرتبطة بالصحة. طبعا يكون عندنا ضيوف مميزين يطرحوا مواضيع تهمكم، ونستقبل من خلالها رسائلكم واتصالاتكم على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. وعلى قولة المخرج نمر، مع نظام جديد إن شاء الله لترتيب أيام الأسبوع أيام العمل، راح يكون برنامجنا من الأثنين إلى الجمعة، وراح أفتتح أنا أول يوم الأثنين لأن أداوم في صحة وسعادة كل أثنين. وبهالمناسبة طبعا أمس مسجات شو شعورك وأنت آخر أحد دوام وهالكلام، يا جماعة مهم جدا نتقبل كل تغيير بروح إيجابية، ترى كل تغيير خير، بس اللي علينا نحن نستقبل الموضوع بإيجابية. وصدقوني بعد فترة بتقولون والله التغيير صار جميل، كل تغيير ترى حلو، كل تغيير يجيب معاه خير، فإن شاء الله إحنا متحمسين للتغيير الجديد، وإن شاء الله أنا أول واحدة متحمسة التغيير الجديد، وإن شاء الله يكون خير علينا كلنا وعلى البلاد. وأكيد أكيد يعني تغيير عن الروتين تعودنا عليه في البداية، كنا بنقول إنه شوية مو متعودين شوية غير، بس بعد فترة خلص نتعود، يستوي الجديد هو المتعود عليه. طبعا مثل ما تعودت في صحة وسعادة فقرات برنامجنا يكون عندنا فقرات السوشيال ميديا، يكون عندنا فقرة التغذية، يكون عندنا ضيوف مميزين، وطبعا لازم يكون عندنا خبر. اليوم الخبر يقول: ما العلاقة بين تناول اللحوم واللويحات في الأوعية الدموية؟ اكتشف علماء الأحياء لماذا يعاني عشاق تناول اللحوم غالبا من تصلب الشرايين نتيجة نشوء اللويحات على جدران الأوعية الدموية. يشير بيان مستشفى كليفلاند الأمريكية لأن تكاثر بكتيريا، بس بكتيريا شيء طويل ما بعور راسكم فيه، هالبكتيريا تتكاثر في أمعاء الإنسان. تكاثر هالبكتيريا في أمعاء الإنسان يؤدي إلى تراكم اللويحات على جدران الأوعية الدموية، لأنها تفرز مادة تساعد على تراكم الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية. ويعتقد ستانلي هازن الباحث العلمي في المستشفى أن هذا الاكتشاف سيساعد الخبراء على ابتكار طرق جديدة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالنظام الغذائي للإنسان. طبعا ما يخفى على أي حد أن نظامنا الغذائي يرتبط بشكل مباشر بالأمراض اللي سوف يعني تصيبنا، بنشاطنا اليومي، حتى تطور الأمراض اللي تكون عندنا كلها مرتبط بالنظام الغذائي. فحسب الدراسة هذه أن الإكثار من تناول اللحوم، طبعا أكيد قصدهم اللحوم الحمراء، يزيد من خطر الإصابة بالجلطات لأن هناك تراكم للويحات على جدران الشرايين. واعتقد أن احنا دائما ننصح بالاعتدال والتوازن في كل شيء، تنوع ما بين اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء. اللحوم الحمراء نفس اللحوم اللي تينا من الأبقار أو الأغنام وغيرها، وأيضا اللحوم البيضاء اللي تينا من الأسماك أو من الدجاج، لها طبعا معدل الكوليسترول في اللحوم الحمراء أعلى من اللحوم البيضاء. وغير هذا ارتباط مرض النقرة اللي احنا كنا نعرفه مرتبط باللحوم الحمراء أكثر. وأكيد نتبع دائما توصيات أخصائي التغذية بخصوص تقسيم اللي يسمونه الطبق الغذائي أو الصحن الغذائي، اللي هو بروتين، كربوهيدرات، السلطة تشمل الجزء الأكبر. ونرد نقول حافظوا على السلطة في غذائكم اليومي، السلطة جدا مهمة تفيدنا تمدنا بالألياف اللي نحتاجها للحفاظ على جهاز هضمي سعيد. ومن الخبر الجميل ننتقل إلى السوشيال ميديا، ويكون عندنا أسماء الجناحي بتعطينا ما هو جديد السوشيال ميديا في هيئة الصحة بدبي. صباحك وردي أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي.
حياتك. الله، ما هو جديد السوشيال ميديا؟ تقريبا احنا الاشياء اللي بنحطها او حطيناها قنوات التواصل الاجتماعي هي انواع اللقاحات، واللي هي تقدر تاخذ لقاح فايزر بيونتك كجرعه دائمه. من ضمنها اذا كان نوع اللقاح جرعتين من فايزر بيونتك، طبعا يقدرون ياخذون جرعه دائمه وحده من فايزر بيونتك بعد مرور 6 أشهر للاشخاص من 18 سنه فما فوق. ايضا اللي خذوا جرعتين من أسترازينيكا، واللي خذوا جرعتين من موديرنا، واللي خذوا جرعتين من سبوتنيك، واللي خذوا جرعة أكسفورد أسترازينيكا وجرعة فايزر بيونتك، هاي الأنواع من التطعيمات يقدرون يأخذون جرعة واحدة داعمة بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية. بالنسبة لجرعة اللي ماخذين جرعة واحدة من جونسون أند جونسون، يقدرون يأخذون جرعة واحدة داعمة من فايزر بيونتك بعد مرور 2 شهر. للأشخاص اللي خذوا جرعتين من ساينوفارم وجرعتين من ساينوفاك، يقدرون يأخذون جرعتين من فايزر بيونتك بعد مرور 3 أشهر من الجرعة الثانية، وهاي للأشخاص من 16 سنة فما فوق. ممتاز. فأعتقد وجود هالمعلومة يعني مثل ما يقولون تساعد المتعاملين، دائما يسألون إن أنا ما أخذ تطعيم، هل لي جرعة داعمة أو لا، فرجعوا لي صفحة هيئة الصحة بتبي في الإنستغرام منشور، صح اسمه؟ صحيح. وتبين في بعض الأشخاص ماخذين تطعيمات، يعني في بعض الأنواع من التطعيمات اللي مكتوبة أو أسماء مو موجودة في الدولة، لكن في بعض المقيمين في إمارة دبي اللي كانوا ماخذين في دولهم التطعيمات وياين هني، يقدرون يسجلون التطعيم وكل المعلومات يقدرون يحصلونها أيضا مركز الاتصال 800-342. يعني كيف إنهم يقدرون يسجلون التطعيمات اللي خذوها خارج الدولة عشان يحصلون الجرعة الداعمة. فأستي بس يحضرون في جرعات موديرنا وسبوتنيك وأكسفورد أسترازينيكا وأجوسوي جونسون أند جونسون وساينوفاك، هي طبعاً غير متوفرة في الدولة، لكن في أشخاص خذوها خارج الدولة وهم مقيمين في دبي أو من مواطنين الدولة. ممتاز. أيضاً من ضمن الأشياء نحن نبغى نأكد عليها أهمية الحصول على موعد، وكيف طريقة الحصول على موعد دي الأشخاص اللي يبون يأخذون خدمة يعني تطعيم. اللي ما أخذوا الجرعة الأولى حتى الآن يقدرون يأخذون الموعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي اللي هو 800-342، أو من خلال خدمة الواتساب 800-342. كيف يقدرون يسجلون في خدمة الواتساب؟ هي من خلال أنهم يكتبون كلمة، أول شيء يسيفون رقم 800-342 في قائمة الاتصال ويكتبون كلمة هاي في الدردشة للرقم، وراح تطلع لهم مو بس خدمة التطعيم، جميع الخدمات اللي تتوفر في تطبيق أو في خلال خدمة الواتساب، من ضمنها الحصول على موعد الجرعة الأولى لتطعيم فايزر بيونتك. أيضا الأشخاص اللي بالنسبة للجرعة الدائمة يقدرون يحصلون موعد من خلال التطبيق الإلكتروني اللي هو DHAP. للأشخاص اللي 50 سنة فما فوق أو كبار المواطنين يقدرون إنه يحصلون على الخدمة المنزلية من خلال الاتصال على 8342. للمواطنين من 50 سنة فما فوق وللمقيمين في إمارة دبي يقدرون يأخذون حق أشخاص اللي ما يقدرون يجون المركز، حتى لو كانوا من أصحاب الهمم ممكن يحجزون من خلال مركز الاتصال اللي هو 8342. تقريبا هاي المعلومات اللي تهم الجميع في بخصوص التطعيم. وأيضا نأكد أن التطعيم هو للفئات التالية: المواطنين في الدولة والمقيمين في إمارة دبي اللي هم سواء كان حاملين إقامة إمارة دبي أو حاملين إقامة إمارة أخرى. إذا كانوا حاملين إقامة إمارة أخرى ومقيمين في دبي، يبون اللي يثبت أنهم مقيمين في دبي للحصول على الخدمة. تقريبا هالأشياء كلها المعنية بالتطعيم، وحابين نحن أيضا نوضحها من خلال البرنامج الإذاعي، ونتمنى للجميع الصحة والسعادة، وأهم شيء إنه يأخذون التطعيم ذي يبون يسافرون الجرعة الداعمة وما ينسون لقاح الإنفلونزا. ودمتم بصحة وسعادة. وانت بصحة وسعادة يا أسماء، شكرا لك للتوضيح. وطبعا مثل ما قالت أسماء بخصوص موضوع التطعيمات، ما شاء الله في مختلف أنواع التطعيمات، في حد ماخذ جرعة، في ماخذ جرعتين، وطبعا الكل يطمح للحصول على الجرعات الداعمة. فما شاء الله وضحت أسماء الموضوع. ممكن تدخلون على صفحات هيئة الصحة بدبي في مواقع التواصل الاجتماعي عشان تحصلون معلومات حسب نوع التطعيم اللي أنتم ماخذينه وطرق حجز المواعيد للحصول على التطعيم.
طبعا أسماء طبعا في ختام مداخلتها الجميلة ذكرتنا موضوع تطعيم الإنفلونزا. للناس اللي الحين ما أخذوا تطعيم الإنفلونزا احجزوا موعد وشوفوا في أكثر من طريقة لحجز المواعيد في هيئة الصحة بدبي، سواء بالاتصال بمركز الاتصال، عن طريق الواتساب، عن طريق التطبيق. كبار المواطنين، ذوي الهمم يرمون يحصلون على الخدمة في البيت، فما شاء الله هناك أكثر من طريقة لحجز المواعيد. فخلنا نستعين ونأخذ تطعيماتنا بما أن بعد موسم إنفلونزا موجود، ونحرص على الحصول على الجرعة الداعمة لنا ولأحبائنا، لأن مثل ما نشوف التطعيم هو إن شاء الله السبيل الأفضل لنحافظ على نفسنا في وسط هذه الجائحة، وعشان تكون إن شاء الله نهاية الجائحة. إحنا وصلنا للفاصل الأول في برنامج صحة وسعادة، إن شاء الله نطلع فاصل. بعد الفاصل رح يكون عندنا فقرة التغذية، بنتكلم عن فوائد الفيتامين ألف، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. طبعا التواصل على 600-551-414 ورسائل نصية على 4006. مثل ما كنا نقول قبل الفاصل أن فقرة التغذية اليوم بتكون عن الفيتامين ألف. فيتامين ألف طبعا هو أحد أهم الفيتامينات اللي يحتاجها الجسم، ويتسبب نقصها في مشكلات صحية، كما أن اكتسابها ومد الجسم بما يحتاج منها يعد تعزيزا مباشرا لصحتنا. فالحلقة سنركز الحديث عن فيتامين ألف وأهميته وما يمكن أن ينتج عن نقصه في الجسم. يسعدنا الحديث عن هالموضوع تكون معانا اختصاصية التغذية السريرية في هذا الصحة في دبي، الأستاذة عرين الزربة. صباحك ورد أستاذة عرين. صباحك نور، ولجميع مستمعين إذاعة نور دبي يعطيكم ألف عافية. واليوم الموضوع كثير شيق الصراحة، لأنه كثير متداول، وأظن كثير ناس بتحب تسمع عنه، خصوصا عن الفيتامينات وقديش صايرة عصرية عندنا في حياتنا اليومية. صحيح. فبالأول إحنا لازم نفهم أول إنه شو الفيتامينات هي أصلا، شو أساسها، ليش إحنا بنحتاجها. فالفيتامينات بشكل عام هي بيحتاجها جسم الإنسان بكميات محدودة، بركز على كلمة محدودة، للقيام بالعديد من الوظائف الحيوية في الجسم، ومعظمها لا يتم تصنيعها في جسم الإنسان، ويجب الحصول عليها عن طريق الغذاء، طبعا باستثناء فيتامين د الذي يتم تصنيعه بالجسم من خلال التعرض الجلد لأشعة الشمس. هلا احنا طبعا بما انه اليوم رح نحكي عن فيتامين الف، لازم نعرف انه فيتامين الف يعتبر من الفيتامينات الذائبة في الدهون، مثله مثل فيتامين كاف، الهاء والدال. وفي عندنا طبعا فيتامينات تانية اللي هي بسموها الذائبة في الماء، اللي بتدوب بالمية يعني، اللي هي الفيتامينات البي المركبة والفيتامين جيم. هلا في شغلة جدا مهمة نعرفها، انه الفيتامين الف له اسم ثاني، يعني إذا إحنا في بعض الأغذية لقيناه باسم ثاني هو نفسه فيتامين ألف. شو الاسم الثاني للفيتامين ألف؟ هو اسمه الريتانول، وكمان في له اسم ثاني اللي هو حمض الريتانويك. يعني إذا شفنا هالاسمين هدول ريتانول وحمض الريتانويك، معناته إن إحنا بنحكي عن فيتامين ألف. هلا الفيتامين ألف طبعا إحنا طبعا نعرف شو ضرورته، شو أهميته. طبعا هو جدا مهم، طبعا أنا بحس إن النساء رح يحبوا هاي النقطة. هي لصحة الجلد والأغشية، يعني أهم إشي صحة الجلد، إحنا كتير بنهتم بصحة البشرة تاعتنا. ففيتامين ألف هو أول إشي إله ضروري لهذا الإشي بجسمنا اللي هي صحة الجلد. وكمان له أشياء ثانية زي الأغشية المخاطية، تعزيز الرؤية. طبعا نعرف إحنا دائما بنقول كلوا جزر، الجزر فيه فيتامين ألف، وهذا ليش؟ لأنه بيساعد على تعزيز الرؤية، وضروري لحماية العين خصوصا من العمى الليلي أو تدهور صحة العين المرتبط طبعا بتقدم من العمر. طبعا نمو وتطوير الخلايا الجسم، وزي ما حكينا خصوصا البشرة، بشرتنا واللي هي بتساعد مع حفاظ على رطوبة الجلد، الجهاز المناعي، وهذا أهم شيء إحنا بهالأيام نحتاجه اللي هو تعزيز الجهاز المناعي، وهذا كمان من وظائف الفيتامين ألف. هلأ كمان بيحتوي الفيتامين ألف على خصائص مضادات الأكسدة، وهذه جدا مهمة، لأنه مضادات الأكسدة طبعا هي اللي بتحمينا من الخلايا اللي بنسميها إحنا الجذور الحرة، واللي هي بسببها طبعا أمراض كثيرة عندنا مثل أمراض القلب ولا سمح الله والسرطان وبعض، وطبعا كثير من الأمراض. هلأ طبعا الشغلة الثانية اللي أنا بحب أذكر فيها إنه الفيتامين ألف
مثله مثل كتير دهون، ولكن مثل كتير من الفيتامينات اللي بتذوب بالدهون، ولازم تتاكل مع إشي فيه دهون. يعني مش قصدنا فيه إحنا الدهون الغير صحية، لا، إحنا بنحكي عن الدهون الصحية. وهي طبعا هحكي لكم عنها اللي وين موجودة في أي مصادر. بس قبل ما نحكي عن المصادر لازم نحكي عن شغلة جدا مهمة، إنه إذا طب لا سمح الله إحنا عندنا نقص في هذا الفيتامين، شو كيف إحنا بنقدر نعرف إنه أنا عندي نقص في هذا الفيتامين أو لا؟ أول إشي بصير عندنا مشكلة في اللي هو بصير زي ما حكينا، لأنه له علاقة في الرؤية، فبنبلش نشوف إنه عينينا ما عم بتشوف بشكل صحيح. هي ممكن تكون مشكلة نظر إحنا ما بنحكي لا، ولكن فيتامين ألف مرتبط بهذا الشيء. الشغلة الثانية زيادة خطر الإصابة بكسور العظم، يعني مثلا واحد دائما بصير عنده أكثر من مشكلة زي كسور، فأكثر مرة بصير عنده كسر في العظم لا سمح الله أو إشي، فكمان نركز على الفيتامين ألف. ممكن كمان عندنا جفاف الجلد، بعض النساء مثلا بصير عندهم جفاف الجلد أو زيادة في سماكته، طبعا هذا بيكون مرض يعني بصير، ولكن الأساس فيه هو نقص الحاد فيتامين ألف اللي بيعانوا من هاي المشكلة. وطبعا زي ما حكينا العمل الليلي كمان له علاقة في هذا الموضوع، التأخر النمو لدى الأطفال كمان هاي يعتبر أنه عنا نقص في هذا الفيتامين. هلأ نيجي لشغلة اللي هي طيب إحنا عرفنا إيش هو الفيتامين ألف، وين موجود، شو أهميته، وين موجود في الأكل أهم إشي. طبعا بحب أقولكم الفيتامين ألف موجود في مصدرين، مصادر حيوانية ومصادر نباتية. هلأ المصادر النباتية عندنا مثل الحبوب الإفطار، مثل اللي هي إحنا بناكلها دائما اللي هو زي الكورن فليكس، إذا كان مدعم بالفيتامين ألف يعني بيكون مكتوب على المنتج إنه مدعم فيه. عندنا الشغل الثاني اللي هو الخضار والفواكه اللي هي البرتقالية والصفراء، مثل اليقطين، الجزر، القرع، الفلفل الأحمر، البطاطا الحلوة، هذه كلياتها تحتوي على فيتامين ألف. زي ما حكينا في عنا مصادر كمان حيوانية زي زيت السمك، البيض، البقوليات خاصة العدس والفاصوليا، الحليب والأجبان، عنا مثلا نباتات مثل الأوراق الخضراء الداكنة مثل السبانخ، البروكلي، طبعا الكبد، الأسماك الدهنية مثل التونة. طبعا في ناس بتحب الشوكولاتة الداكنة، بحب أقولهم إنه فيها نسبة من الفيتامين ألف. الفواكه ذات اللون الأصفر والبرتقالي زي المشمش والمانجو كمان هاي من الموجود فيها مصادر الفيتامين ألف. ممتاز. بما ذكرتي ما شاء الله في عدد كثير من الفواكه والخضروات، يعني القرع والفلفل الصفراء والجزر يحتوي على فيتامين ألف، ليش الجزر هو أشهرهم؟ ليش دائما يتربطون الفيتامين ألف بالجزر؟ هل محتوى الجزر أعلى من غيره؟ هو في نسبة عالية جدا من فيتامين ألف، ولكن مش أعلى من غيره. يعني في الثاني أعلى من الجزر هو اليقطين والقرع. إحنا ما بناكله كتير، ولكن إحنا كتير بنشجع إنه يتاكل، خصوصا اليقطين والقرع لأنه جدا في فائدة هائلة، وكمان بيساعد لحتى مصابين السكري إنه يصير عندهم زي اعتدال في نسبة السكر في الدم. يعني شوربة، لو نشرب مثلا في اليوم شوربة قرع أو جزر أو يقطين جدا مهم، ونحطوا فيها جزر كتير ممتازة. احنا عندنا احسن من الشرب، عندنا عصيدة البوبر، عصيدة اليقطين تدفي القلب في الشتاء الجميل. سووه، قولوا حق امهاتكم خلي عن منكم بتوا اليوتيوب سووا عصيدة منها، تاخذون فيتامين ألف ومنها يكون دافي، بس ها ما نكثر عليه، ما نكثر وفي شكر يعني شوية. صحيح صحيح. والبطاطا الحلوة كمان كتير جدا مهمة في فصل الشتاء، كتير نعم شويها. ممتاز. في سؤال، هل أخذ الزائد الفيتامين ألف يسمم يعني أو خطر؟ مظبوط. إذا إحنا بناخد أي إشي من الفيتامينات من أي نوع حتى مش بس فيتامين ألف، إذا استهلكناه بمستويات زيادة عن المستويات اللي إحنا بنحتاجها، بيصير عندنا مثلاً بالنسبة للفيتامين ألف ممكن لصمحة يصير عندنا هشاشة الأظافر، تساقط الشعر، تغيرات في الرؤية، زيادة زيوت الشعر، يعني نحس شعرنا مزيت أكثر من اللازم. مثلا بصير الواحد يحس حاله أنه الإحساس بالقيء، يعني بده يراجع مثلا. الغثيان، كثرة الشعور بالنعاس والتعب، ممكن يصير الواحد عنده بقع على الجلد أو تغيرات في الجلد، هاي كلياتها بسبب زيادة في الفيتامين ألف، وهذا طبعا كلياتها تعتبر من أشياء زي مسار التسمم. لذلك أنا دائما كإحنا أخصائيين تغذية دائما بنحبذ إنه أي مريض قبل ما يصير ياخد أي نوع من الفيتامينات
حتى لو إنه من الصيدلية أو من كذا لازم يعملوا فحص دم، لأنه ممكن يكون عندهم الفيتامين كافي في جسمهم في الدم عندهم، يعني ما بيحتاجوا إنه يرجعوا ياخدوا سبليمنت أو خلينا نقول مكملات غذائية أو حبوب، فأساس ما يصير ما يوصل لمرحلة التسمم في الدم عندهم يصير عندهم هاي المشاكل لا سمح الله. ممتاز. أستاذ عرين، أنت ذكرتي أن نقص الفيتامين وزيادته بشكل عام، أنت ذكرتي في البداية أن الناس أصلا عندها حموضة أخذ الفيتامينات. مظبوط. فإحنا دائما نشجع الناس أن يأخذون أشياء مصادرها الطبيعية، لكن في الأسف البعض يستسهل أخذ المكملات الغذائية من الأرفف، فلو ممكن مر على السريع على الفائدة من أخذ الفيتامينات من مصادرها الطبيعية عوضا عن الاعتماد على المكملات الغذائية الجاهزة الموجودة في الصيدلية. أول إشي إحنا لما بناكل أشياء طبيعية اللي هو ربنا خلقها موجودة عندنا في حياتنا، أول إشي بناخد منها المصادر الغذائية بشكل عام، يعني مش بس ناخد فيتامين ألف، ناخد كل الفيتامينات والمعادن والألياف وكل هاي الأمور اللي جسمنا بيحتاجه لتقويته، ليكون مناعتنا أقوى، يكون عندنا تنوع في أكلنا، يعني بيكون إنك تاخدين مصدر غذائي أفضل بكثير من إنك تاخدي من إشي مصنع، إشي معمول بمختبرات، إشي مش طبيعي، مش إشي طبيعي جاي من غذاء، إشي مزروع نباتي، فالأفضل إنه ناخد إشي يعني غذائي أكثر من إنه ناخد حبوب. وزي ما ذكرت كل ما إحنا بناخد حبوب وبناخد هاي الأمور وإحنا مو عارفين هل جسمنا محتاج ولا لا، بيسبب مشاكل لقدام، يعني حتى لو إنه الواحد عمره صغير هذه كلياتها بتصير ترسبات في الكلى وفي أماكن تانية في الجسم إحنا بغنى عنها. فالغذاء موجود والحمد لله، والدولة موفرة هذا الإشي، ليش الواحد يطلع في الحبوب ويطلعش على الأكل؟ يعني الأكل موجود أفضل يعني. أكيد وأكيد، وطبعا مصادر الطبيعية للفيتامينات أو مكملات الغذائية الباجية مثل ما تفضلت يأخذون منها أكثر من فائدة، الألياف الموجودة فيها يعني باقي الفيتامينات، يعني ممكن من وجبة واحدة أو من نوع واحد يستفيدون أكثر من فيتامين من مصادر الطبيعية، غير ما يأخذوا مكمل غذائي يكون فيتامين هذا روحه، كالسيوم روحه، فيتامين د روحه، لكن المكملات الغذائية موجودة، لكن المصادر الطبيعية تكون غنية بأكثر من مكمل غذائي، ونستفيد طبعا من الألياف الموجودة فيها أفضل من استخدام مكملات الغذائية. إذا في مجال بس أزيد عليها، بما أنه في بعض الناس بيصير عندهم حب الشباب، إذا إحنا بنعرف موجود أنه في كثير المراهقين أو الكبار، في بعض الأدوية زي مثلا اللي هو بسموه الأيزوت ترايتونين، مرات هو أصلا معمول من الفيتامين ألف. صحيح. يعني دائما إحنا بنقول من دائما بنقول للأشخاص اللي بيستخدموا هاي الأدوية أنه عدم استهلاك الكثير من فيتامين ألف أو حبوب الفيتامين ألف، لأنه عادة إحنا موجود بالنظام الغذائي الصحي تاعنا وكمية كافية كمان من الفيتامين ألف، يعني ما في داعي أنك تاخدي أشياء مع هذا الدواء، لأنه أوردي هو في فيتامين ألف وكمان أنت أوردي عم تاخديه كمان من الأكل الموجود. فدائما بنقول يعني ما بيكون محتاجين ناخد مكملات للفيتامين ألف وموجود في الغذاء عندنا. ممتاز، هذا شيء جدا جميل. في كلمة أخيرة حابة توجهينها أستاذة عرين المستمعين بخصوص دواء فيتامين ألف أو الفيتامين بشكل عام؟ أول إشي دائما لازم نوصي كل المستمعين وكل الأشخاص إنه زي ما حكينا الفيتامينات جدا مهمة لجسمنا، والفيتامينات والمعادن بالذات، عشان هيك إحنا في الطبق الصحي زي ما ذكرت بداية الحلقة إنه موجودة في أكبر مجموعة عندنا في الطبق الصحي اللي هي الخضروات والفواكه، فإذا أخذناها من طبعا من مصادر نباتية أو مصادر غذائية خلينا نقول أفضل بكثير من المكملات. الشغلة الثانية طبعا المكملات إحنا بنحتاجها إذا كان الواحد عنده خلينا نقول نقص حاد جدا، يعني لبعض الأشخاص، إحنا ما بنحكي لكل الأشخاص، بيعتمد من شخص للثاني، بيعتمد على حالته الصحية، هذا إشي ثاني، إحنا موضوع ثاني. صحيح. ولكن إحنا دائما بننبه ومنقول إنه المصادر الغذائية فيها مجموعة كثيرة من الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات والألياف اللي جسمنا بيحتاجها، ودائما نذكر إنه نشرب المي، هاي أهم شيء خصوصا بالجو اللي إحنا فيه، وبس يعني الواحد يعني يدير باله، وزي ما حكينا دائما نعمل خلينا نقول كل 6 شهور خلينا نقول فحوصات شاملة عشان نعرف وين صحتنا وشو منحتاج لصحتنا، ولا ناخدها من أماكن برا أو من مصادر غير موثوقة. أكيد. وإن شاء الله دمتم بصحة وسعادة زي ما بقولوا. وانت بصحة وسعادة. أستاذة عرين الزربة اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بتبيشتك، شكرا لتواجدك معنا اليوم ولمداخلتك الجميلة بخصوص الفيتامين ألف. شكرا لك، نهارك سعيد. يعطيك العافية. شكرا.
طبعا ما شاء الله أستاذة عارين كفت ووفت بخصوص الفيتامين ألف، مثل ما نصحت أنه يفضل قبل ما نسوي قبل ما ناخذ الفيتامينات من الصيدلية نسوي تحاليل للدم للتأكد من وجود نسب متوازنة من هذا الفيتامين أو أي مكمل في جسمنا. وبالعادة إحنا دائما ننصح إنه ما نأخذ فيتامينات عشوائية. ونصيحة أخيرة إنه إذا رحت للطبيب وصف لك أي نوع من أول أنواع المكملات الغذائية وأنت تأخذ مكمل غذائي في البيت من طبيب آخر أو روحك غثة من الصيدلية أو أي مكان آخر، احرص على جلب هذاك المكمل الغذائي معك عشان ما يستوي تعارض، بمعنى الطبيب قد يوصف لك فيتامينات مشكلة وانت عندك فيتامينات مشكلة أخرى في البيت، ما يستوي ارتفاع في نسبة بعض الفيتامينات الموجودة في النوعين. فالطبيب ممكن ينصحك مثلا لو لقى عندك نقص في فيتامين معين ما يعطيك فيتامينات مشكلة، بما أن انت تاخذ من مصدر آخر ممكن يكتب لك الفيتامين المعين اللي انت تحتاجه، عشان مثل ما ذكرت الأستاذ عرين كل شيء يزيد عن حده قد يسبب تسمم أو بعض الأعراض، فننتبه من هذه النقطة. احنا رح نطلع ان شاء الله حين فاصل، بعد الفاصل بيكون عندنا موضوع جدا جميل متعلق بالخدمات الطبية التي توفرها هيئة الصحة بدبي لكبار السن، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. التواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. طبعا من بين الفئات المجتمعية التي توليها هيئة الصحة بدبي جل اهتمامها وتعتني بكل ما تقدمه وتوفره لهم هي من خدمات وسبل راحة، تأتي فئة كبار السن أو كبار المواطنين التي وفرت لها الهيئة مساحة كبيرة من الاهتمام والعناية والرعاية في جميع منشآتها الصحية، وخاصة في مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في ربوع دبي، واللي حدثنا عنها الخدمات المقدمة لكبار المواطنين. يسرنا يكون معنا الدكتور تامر فريد من قسم طب المسنين في الرعاية الصحية الأولية. صباحك خير دكتور تامر. دكتور تامر صباح الخير. صباح النور استاذ حضرتك. أهلا فيك، حياك الله في صحة وسعادة. أهلا وسهلا حضرتك. الله يخليك دكتور. نبتدي أول شيء حديثنا عن مراكز الرعاية الصحية الأولية وما تقدمه من خدمات بشكل عام. مراكز الرعاية الصحية الأولية في مدينة دبي هي تبع هيئة الصحة دبي، عددهم 12 بيغطوا كل قطاعات دبي، بتقدم خدمات داخل المركز وخارج المركز. مراكز الصحية دول بتعتبر هي خط الاتصال الأول والأكثر تكرارا بين أي متعامل والرعاية الصحية في دبي عن طريق هيئة الصحة دبي. الرعاية الصحية في دبي إما أو في العالم عموما إما بتعامل مع ناس أصحاء للحفاظ على الصحة أو التعامل مع مرضى لعلاج مرض. الرعاية الصحية في كل مكان تهدف إلى الحفاظ على الصحة، منع حدوث الأمراض قبل حدوثها أو لو في حاجات بسيطة. في خدمات في الرعاية في المراكز الصحية وخدمات وقائية زي التطعيمات، زي المتابعة للأمراض المزمنة، بالإضافة عندنا ودي بيعملها طبيب الأسرة. في عندنا تخصصات الأكثر احتياجا زي طب المسنين، زي الأنف وأذن، زي الأسنان، علشان الاستشارات التي لا تحتاج إلى دخول المستشفى. دي الخدمات اللي بتتقدم في المراكز الصحية. احنا عندنا عيادات لكبار السن في 6 مراكز من 12، بتقدم عيادة استشارية، يعني بيقدم عيادة خدمات استشارية للكبار السن كل من هم فوق 60 سنة مقيمين في دبي. أي حد مقيم في دبي ممكن يتحول ليها من طبيب الأسرة. بنقدم فيها نفس الخدمات الوقائية، تطعيمات، ودي مهمة لأن حضرتك الوقاية من الأمراض في كبار السن أهم بكتير من علاج الأمراض، لأن الأمراض كبار السن مزمنة وصعب علاجها ومتكاتفة، يعني أمراض متكاتفة، يعني كل مرض يؤدي لآخر ويعزز بقاؤه، فأهم أحسن طريقة هو منعها. بالإضافة إلى بنقدم عيادة ذاكرة، في عيادة ذاكرة في مركز المزهر، دي للناس بيشتكي من مشاكل ذاكرة كبار السن سواء كانت الزهايمر أو غيرها. في عيادة عندنا عيادة هشاشة، في عيادتين هشاشة، واحدة بتغطي برديرة في المنطقة، واحدة بتغطي بار دبي للكشف المبكر عن الهشاشة، لو حد عنده عرضة للهشاشة أو عنده هشاشة نلحقه قبل ما يكسر، أو حتى لا قدر الله لو كسر نمنع كسر آخر.
في عندنا عيادات تانية، في عندنا عيادة تانية في الصفا، وعيادة في المركز الممزر، وعيادة في الخوانيش بس هي حاليا مغلقة عشان الكورونا، وفي عيادة في نادي الحمر. بنغطي زي ما قلت حضرتك، بنغطي كل دبي بالمراكز الصحية. في بقى غير زي ما قلت حضرتك، في خدمات داخل المركز، في خدمات خارج المركز من الرعاية الأولية. الرعاية الأولية بتتميز بحاجة مش موجودة في دول كتيرة، اللي هي الرعاية المنزلية. ال 12 مركز بيقدموا خدمات زيارات منزلية لكل الأعمار، كل الناس اللي ما تقدرش توصل، كل المواطنين في ومواطني دول الخليج العربي اللي لا يستطيعون الوصول إلى المركز لأسباب المكان أسباب أيًا كانت، سواء كمان كبار السن بأمراض مزمنة، إعاقات دائمة، أو حتى صغار السن، واحد لا قدر الله حد أصابته سيارة ولا حاجة ومش قادر يتحرك، بيعملوا زيارات عند الحاجة في المنزل. دي مش موجودة في دول كتير على فكرة حضرتك، يعني رغم الناس معتقد أنها جزء من الرعاية الأول، لا هي مش جزء من الرعاية الأول، دي خدمة متميزة موجودة في دول قليلة. صحيح. بالإضافة إحنا كبار السن عندنا برنامج زيارات منزلية برضو بتحول له من 12 مركز، بنغطي دبي كلها من واحد بعد كبار السن، بالإضافة إلى مدينة حتى كمان. ممتاز. دكتور تامر، ما ذكرت هناك خدمات متنوعة لكبار المواطنين، وذكرت منها خدمات عيادة الهشاشة. لو على السريع بس نفهم، يعني نوضح للمستمعين شو هو مرض الهشاشة، من المفروض يعني يسوي الفحوصات المتعلقة بالهشاشة؟ طيب، هشاشة العظام دي حاجة مهمة نحب نشرحها لكل الناس. في فرق بين هشاشة العظام وخشونة المفاصل. هشاشة العظام ده مرض صامت تماما يؤدي إلى ترقق العظمة. العظمة إحنا حضرتك عندنا الخشب أنواع، في أنواع متينة الزان والأرض، في أنواع خفيفة زي الحبيب اللي هو بيبقى في أيكيا والحاجات دي، الخشب بيبقى في معي وكده وخفيف، ممكن تحط فيه مسمار بسهولة بصبعك حتى. الهشاشة العظام هي العظمة لأسباب متعددة، عظام الجسم كلها مش عظمة واحدة، عظام الجسم كلها على أسباب متنوعة، من ضمنها السن، بتبتدي تفقد المتانة بتاعتها أو الصلابة بتاعتها على مر الزمن، سواء بالسن أو بأمراض أخرى، بتتحول من خشب أو عظمة كثيفة زي الخشب الكثيف المتين إلى عظام رقيقة سهل كسهل زي البسكوت. إحنا بنقول إمتى الهشاشة تحصل؟ المفروض أن أنا العظم ده يخدمني طول عمري بحيث يتحمل الإصابات العادية اللي هي أي صدمة زي الوقوع من مستوى الوقوف. يعني أنا مثلا ماشي طحت في البيت، ده مش مفروض أتكسر، العظم بتاعي ممكن يستحمل. أنا قعدت على الكرسي، مش مفروض أتكسر، لكن لما تصل إن العظم زي البسكوت بتكسر مجرد أنا طحت في البيت، مش من على سلم وأنا ماشي طحت، خطرفت وطحت، أو إن أنا بقعد على كرسي ناشف أتكسر، لا ده فيها هشاشة عظام. فده مرض غير مؤلم تماما. من الطبيعي جدا ان الناس يبقى عندها خشونه مفاصل، الناس فاكره ان انا عندي الم في الركبه، الم في الورك، يبقى ده هشاشه عظام. لا، دي خشونه في المفاصل، ده مرض تاني خالص، الالتقاء، نقطه التقاء بين العظمتين مش العظمه نفسها. عندنا اي باب حتى لو كان باب حديد، لو بفتح واقفله المفصلات بتطلع صوت. صح. هنا دي اسمها خشونه مفاصل، لكن الباب حديد. فدي مهم عشان الناس تعرف ان علاج هشاشه العظام مش لازم يقلل الألم، هو بيمنع الكسر. فاحنا عندنا هشاشة العظام دي علشان هو مرض صامت تماما، اسمه اللص العظام، هو تقاله انه مرض صامت عشان الناس توعى ان هو مرض صامت، لازم تكتشفه قبل ما يحصل، مش تستنى لما يحصل كسر، لان لو حصل كسر صعب ان انا هنبني العظم. لكن باذن الله لو اكتشفنا قبل ما يحصل حد عنده بوادر الهشاشة، ممكن نبتدي العلاج. طيب مين اللي يعمل الكشف الهشاشة ده؟ اولا اي حد بياخد دواء يؤدي الى هشاشه، ودي مش محتاج نقول الادويه دي كتير، هو كل دكتور عارف ان الدواء ده بيعمل هشاشه. اول ما بيدي الدواء بيقول للمريض انت عندك بتاخد دواء، محتاجين نعمل معاه كشف الهشاشه، عشان لو هيعمل هشاشه، مش كل الناس بتتعرض للهشاشه، لو خدت الدواء يحصل كده. من اشهرها ادويه الكورتيزون وادويه تانية زي مدارة البول، في انواع من مدارة البول، في انواع من ادويه الصرع، في انواع من كل حاجه. فلو الكورتيزون بالذات الناس عارفه اللي بتاخد ادويه عشان حساسيه في الصدر، عشان روماتويد، عارفين انه بيعمل هشاشه، فدول اوتوماتيك الدكتور بيحولهم على عياده الهشاشه. الحاجه الثانيه، الناس اللي عندهم تاريخ في العائله، حد اتكسر في العائله، والده، اخواته، حد اتكسر هشاشه قبل كده او كان بيتعالج من هشاشه. كل الستات فوق ال 55، الرجاله فوق ال 70،
بنعمله كشف، يا اما عنده او ما عندوش. لو عنده لو ما عندوش هشاشة بنقول له اطمن وخد الاجراءات الوقائيه وتعال لنا بعد 50، او ما تجيش الا اذا حصل عامل تاني زي مثلا خدت دواء ولا حاجه. فاحنا بنعمل لكل الناس، كل الستات فوق ال 55، كل الرجال فوق ال 70. لو ما عندهمش اي حاجه خلاص اطمن على نفسك وكمل اسلوب الحياه الصحي. لو في حاجه شاكين فيها بنقول له تعالى بعد سنتين بعد 5 سنين. والناس اللي بتاخد ادويه والناس اللي اتكسرت قبل كده كسر هشاشه، الناس اللي عندها في العيله ميل لكسور الهشاشه او ميل هشاشه، حد اتعالج مع هشاشه في العيله، دي الفئات الاكثر خطوره لتعرض لهشاشه الادويه. ممتاز. من الخدمات الأخرى ذكرتها دكتور تامر عيادة الذاكرة، فلو ممكن تعطينا على السريع إنه منو مفروض أن يزور هالعيادة، متى مفروض الأهل، شو العلامات المفروض الأهل ينتبهوا لها إذا عندهم أحد من كبار المواطنين في البيت عشان يتابع في عيادة الذاكرة؟ عيادة الذاكرة زي عيادة هشاشة العظام حضرتك، إحنا هي كل عيادات طب المسنين زينا زي القلب زي الأنف أذن زي العيون، بيتم التحويل ليها من طبيب الأسرة. مين بقى اللي بنحوله العيادة الذاكرة؟ عيادة الذاكرة حضرتك هي كل الناس بيشتكي من مشاكل في الذاكرة باختصار، واحنا نفصل بعد كده نقول هل النسيان ده او هل دي مشكلة ذاكرة اولا ولا لا، لان معظم الناس بتيجي مش مشاكل ذاكرة بس هو فاكرين انها مشاكل ذاكرة، بنقول اطمنوا مش مشاكل ذاكرة دي حاجة تانية. فالاول اي حد بيشتكي من مشاكل ذاكرة اكتر مما كان متعود عليه، دي نقطة مهمة. في ناس كتير كلنا بننسى، بس لما الاهل او الشخص يفتكر يلاحظ انه ابتدى ينسى اكتر من الاول يجي لنا. ينسى يعني ايه؟ يعني حضرتك النسيان يعوق نشاطات الحياة اليومية. احنا كلنا بننسى طول ما الدنيا ماشية، وانا بنسى المفاتيح بتاعتي بس بروح اشتغل وبعمل كل حاجة مفيش مشكلة، بنسى العصر، بنسى ان انا صليت وحد يفكرني اروح اصلي مش مشكلة طالما انا قادر اقدر اعيش لوحدي. لكن لما ابتدي النسيان ده او مشكله، سيبها نسميها نسيان، مشكله دي عندي مشكله ببقى مش قادر، واحده مثلا بتحرق لحمه، بتحرق الطبيخ كانت بتطبخ كويس بقت ما بتقدرش تطبخ خالص، بتحرق الاكل، واحد ما بيعرفش يسوق، واحد ما بيعرفش يتعامل في الفلوس، بيضيع فلوس، بتنصب عليه من العمال عنده وكان هو بيدير كذا مشروع مع بعض. لما تبتدي عندنا نسيان او فقدان او مشاكل معرفيه، بلاش نسيان، مشاكل معرفيه، يعني علشان حتى احنا بنقول على ذاكره للتسهيل، لكن هو مش ذاكره، يعني بينسى اولاده، بينسى المفاتيح حطها فين، بينسى الفلوس بتاعته حطها فين، بينسى عربيته ركنها فين، بيتوه في الشارع. لكن في حاجه تانية زي مثلا ان هو ما يتعرفش على الاشخاص، ممكن يقول لك مش مشكله ذاكره، ما يعرفش الحساب. لو كان الكلام ده مش موجود في عمره طول عمره وظهر عليه جديد اي مشكله معرفيه، يعني قدرات عقلية تغيرت، هو طبيب الأسرة بيحوله لينا نشوف هل دي فعلا ده ألزهايمر، بوادر ألزهايمر، هل ده أمراض تانية نفسية، هل ده مشكلة يعني عم نسميها الأحوال الاجتماعية. يعني في ناس حضرتك لما واحد يكون خارج المستشفى الأمراض بتؤدي إلى تدهور في القدرات المعرفية، حاجة بسيطة بس ده بتعالج. صح. يعني مثلا أي حد بيخرج مستشفى ما بيكونش في حالته الوعي قبل كده، فإحنا قبل كده ما بيقول بينسى أكتر بيميز الأماكن، إحنا بنعرف إن ده مرض عارض مش محتاج إن إحنا نقلق ونسافر برا ونعمل كذا، وعلاجه بسيط إن شاء الله، علاجه حتى مش لازم يبقى أدوية، بس الناس ما تعرفش إن في خطوات لازم تعمل في البيت في البيئة المحيطة دي، بتسهل حتى ان يستعيد قدراته المعرفيه السابقه. فعياده الذاكره هي العياده اللي بيتم فيها تحويل حالات المشاكل المعرفيه سواء في الذاكره او في اداره الحياه اليوميه من كبار السن، بتحول لنا واحنا نشوف هل دي بوادر الزهايمر، هل ده حاجات اجتماعيه او ظروف نفسيه بيعدي بيها المريض، ودي علاجها مختلف خالص عن الزهايمر. ممتاز. دكتور تامر دائما في صحة وسعادة، أنا أحب أكد على الناس أن ضرورة يعني شمل العائلة في الخطة العلاجية خصوصا لكبار المواطنين يكونوا عندنا في البيت. فوجهة نظرك طبيب مختص في طب كبار المواطنين، ما أهمية أن الأسرة تكون يعني تحضر مثلا موعد، تعرف الخطة العلاجية، تتابع مع الطبيب ومع كبير السن اللي عندنا في البيت الخطة العلاجية مشمولة؟ شو تحس دور الأسرة في نجاح الخطة العلاجية أيا كانت لكبير السن اللي عندنا في البيت؟ الأسرة ذيك هي محور أساسي لا غنى عنه، وإحنا هنا بالأسرة بنقسم بالحاجتين، الأسرة كلها يعني كل قريب أو كل شخص له قرابة بالمريض، ومقدم الرعاية يعني المسؤول عن تقديم الخدمات اليومية يعني سواء أكل وشرب ودواء للشخص ده، ممكن سواء من الأسرة أو جايبين واحد من بره.
ليه بقى؟ لحضرتك انا لما اجي للمريض انا مش عايش معاه. معظم امراض كبار السن بتكون اما مزمنه او للظروف المحيطه بالشخص تاثير فيها ايجابا او سلبا. يعني واحد مثلا عايش في منطقه عايش في مكان في درك وهو ما بيطلعش الدرك، فبالتالي او ما بينزلش الدرك، فقاعد بقاله سنتين قاعد عايش في دور واحد مش قادر ينزل، ما بيختلطش بالناس، ببساطه شديده عنده خشونه في الركب، ما بيقدرش ينزل الدرك. دي حاجه، ده كان عيان عندنا، انا ما كنتش عارف ليه هو قاعد محبوس في البيت ما بيروحش المستشفيات ما بيجي، علشان ببساطه هو عنده خشونه في المركب. مين اللي يقول لي الكلام ده؟ يا اما حد يزوره في البيت يا اما اهلي يقولوا لي. تاني حاجه انا ما اعرفش الشخص ده اللي قدامي ده من امتى ابتدت المشكله المرضيه. هو بينسى. طب بينسى من امتى؟ هو امتى مشكله المشي؟ من امتى بيمشيش كده؟ يعني هو ده واحد يقول لك جاي على كرسي، طب من امتى؟ هو ممكن يقول لي اي كلام، بس لازم اتاكد من الكلام ده. ده واحد، دي اتنين، فلازم اتاكد من التاريخ المرضي. واحيانا المريض بيجي لي يعني مش واعي، فطب انا هكلم مين؟ عنده التف في بطنه، طب انا هكلم مين يقول لي؟ فحتى اللي معاه لازم يكون عارف ادويته اولا، لان حضرتك في امريكا 40% من حالات دخول المستشفيات للافراد فوق ال 55 سنه بسبب الادويه وليس بسبب الامراض. دواء سكر وطى السكر، دواء ضغط وطى الضغط، حاجه بسيطه. طب مين اللي يعرف الكلام ده؟ انا ماشي، معظم الناس اللي جينا بتنسى الدواء بتاعها، مش جايبين الدواء بتاعها، ومحدش يقول لي بص في السيستم، في ملف الطب بتاعه مش مبين الادويه اللي بياخدها من المستشفيات الخاصه. صحيح. انا ما اعرفش اي حاجه خالص عن خدها بره البلاد، العلاجات اللي خدها البلاد. لازم يكون حد واعي الكلام ده. فالكلام ده مش اعرفه انا من المريض، لازم اعرفه من الاهل. فده من ناحيه المعلومات. من ناحيه بقى الاتفاق على الخطه العلاجيه، الاتفاق على الخطه العلاجيه لما انا اقول هنعمل هنغير المنزل، لما قلت لحضرتك ان في ناس بتخرج من المستشفى وهم مضيعين، صح، وبنغير البيئه بتاعتهم بيتحسنوا. مين اللي هيعمل الكلام ده؟ مين يعني؟ انا ممكن اقول ده للممرض اللي معايا، هو اللي هيغير الكلام ده؟ هو اللي هيروح ينقل الستاير وينقل السرير؟ لا. لما نقول مثلا احنا محتاجين بعد سنه نعمل متابعه للهشاشه، هو الممرض هيعمل كده؟ الممرض ده ممكن مش بعد شهر، صح. فلازم الاهل موجودين يعرفوا الخطه كلها، نتفق عليها. هم مش عايزين يطعموا، فلازم نتفق ان احنا مش هنطعم، يبقى هنعمل البديل بتاعها كذا كذا. هم مش عايزين ياخدوا العلاج ده، عايزين ياخدوا العلاج التاني، مين اللي هيقول الكلام ده؟ لازم نتفق مع الاهل، والاهل ده مش واحد. يعني ابن ممكن عايز ياخد موافق ان والدته تاخد حبوب، الابن الثاني لا عايز تاخد حقن، فنتفق معاهم علشان نكتب الكلام ده في الملف الطبي، عشان سواء الابن الكبير جه، الابن الصغير جه، البنت اللي بنته جت معاه المره الجايه، نكون في خطه علاجيه واحده. يعني ان احنا في حاله التنفيذ لازم نكون حاطين خطه يتفق معها كل الاسره، مش تتغير كل زياره وزياره دكتور ودكتور، لا، لان بيبقى اولاد كتير وكل واحد وجهه نظر او شاف ابوه في مرحله معينه، فليه وجهه نظر او يقدر ينفذ علاج ما يقدرش ينفذ الثاني. فلازم الكل يكون متفق وفاهمين ويتناقشوا، لو حبوا يتناقشوا في ميزات وعيوب المرض، يعني الادويه، اسف، يبقى بيتناقش مع الدكتور، مش كل واحد بيسال دكتور مختلف. أكيد. شكرا لك دكتور تامر فريد، أخصائي طب المسنين في هيئة الصحة بدبي، وجودك معنا اليوم في صحة وسعادة، ونتمنى لك إن شاء الله نهار سعيد. نهار سعيد لحضرتك. شكرا لك. ما شاء الله دكتور تامر كفى وفى بخصوص طب كبار السن الموجود، خدمات كبار السن مقدمة في هيئة الصحة بدبي، وخصوصا في قطاع الرعاية الصحية الأولية. وطبعا مثل ما قال دكتور تامر أن الخدمات ما شاء الله منوعة وتخدم كبار المواطنين في جميع أمراضهم، جميع أعراضهم، جميع الخدمات اللي يبونها، سواء يبون الخدمات تكون مقدمة لهم في العيادات أو في الزيارات المنزلية. ومن طب المسنين أو كبار المواطنين، نعرج على السريع على كيف نحافظ على صحة جهازنا التنفسي. طبعا مثل ما كنا نعرف نحن الحين فصل الشتاء وتكثر الأمراض التنفسية، سواء كان قبل الكوفيد، أريد أقول مو كل مرض تنفسي هو عبارة عن كورونا، لكن هناك بعض العادات اللي ممكن نمارسها للحفاظ على جهاز تنفسي سليم. وجهاز تنفسي سليم يساعدنا حتى لو سمح الله أصبنا بالكورونا، نحن نحتاج إلى جهاز تنفسي سليم يساعدنا على مكافحة المرض. طبعا الخطوة الأولى في الحفاظ على الجهاز التنفسي السليم
أيوة حذرتها، هو الابتعاد عن التدخين. طبعا التدخين يضر جدا بالجهاز التنفسي، يؤدي إلى تراكم الإفرازات في الجهاز التنفسي، يسد القصبات الهوائية الصغيرة، يعيق عمل الشعيرات الموجودة في قصباتنا الهوائية اللي تساعد على تنظيف الجهاز التنفسي من الإفرازات. هذه الإفرازات لو تجمعت تراكم عليها البكتيريا ويسوي التهابات في الرئة ويؤدي إلى ذات الرئة وغيرها. فالابتعاد عن التدخين. وأذكركم أن قطاع الرعاية الصحية الأولية يقدم خدمات عيادة الإقلاع عن التدخين موجودة في مركز ذات الحمر وفي البرشة من غير موعد، ما يحتاج حتى تحويل لطبيب الأسرة، ممكن توجهون للعيادة وتحصلون على الخدمة كخطوة أولى للحصول على نمط حياة صحي. وطبعا الخطوة الثانية تجنب ملوثات الهواء مثل ما احنا كنا نعرف، يعني مثل ما نطلع في الغبار. أتوقع أن لبس الماسكات الآن مع الجائحة يساعدنا جدا على نسوي نوع نوع الفلترة للهواء اللي احنا نتنفسه. استخدام منقيات الهواء في البيت ساعد جدا في تنقية الهواء في المنزل من الملوثات الغذائية، ملوثات الهوائية، خصوصا لو عندنا شخص مصاب بالربو، أطفال مصابين بالربو. لكن دائما أعطيها النصيحة لمرضى ودائما أعطيه في صحة وسعادة، عند اختيار منقي الهواء اعتمدوا على قياس الغرفة المناسب لمنقي الهواء. ما ينفع غرفة تكون 4x4 أو 5x5 ومنقي هواء صغير محطوط في الزاوية، ما رح ينقي الهواء. اعتمدوا على القياس، منقي الهواء يناسب قياس الغرفة. وطبعا ممارسة التمارين الرياضية تساعد جدا على الحفاظ على جهاز تنفسي سليم. ليش؟ لأن ممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر تزيد تدفق الدم إلى القصبات الهوائية وإلى الرئة، تزيد من قدرة الرئة على أخذ الأكسجين وطرح ثاني أكسيد الكربون، وكل هذا حين نحتاجه للحفاظ على الجهاز تنفسي سليم. أريد أقول سواء في المرض أو قبل المرض أو بعد المرض، جدا مهم ان احنا نحافظ على جهازنا في السليم بممارسة التمارين الرياضية. احنا وصلنا لختام برنامجنا، برنامج صحة وسعادة اليوم. ان شاء الله كنا خفاف معاكم في هذه الحلقة الجميلة. ان شاء الله ألقاكم الأسبوع القادم، ان شاء الله الاثنين القادم يكون اول يوم في الاسبوع مع بدء النظام الجديد ان شاء الله للعمل في دوله الامارات. ان شاء الله يكون اسبوع خير وبدايه خير علينا، ودائما نقول دائما خذوا التغيير بايجابيه وان شاء الله راح يكون تغيير جميل. شكرا لكم، شكرا لفريق التنسيق في هيئه الصحه بي، شكرا لك المخرجنا نمر، وهذه محدثتكم دكتوره ندى الملا. الى نلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم، اقول لكم دمتم بصحه وسعاده. صحه وسعاده.